يا منتسبين في العالم لمحبة أهل البيت الطاهر. والله ليس الناصبي ولا المبغض لأهل البيت من أحب أبا بكر الصديق ولا من أحب عمر بن الخطاب، فقد كان يحبهم علي، وقد كان يحبهم الحسن بن علي، وقد كان يحبهم الحسين بن علي، وقد كان يحبهم علي زين العابدين. لا والله، كان يحبهم رسول الله، وكان يحبهم الله، ونشر الله لنا التمجيد، التمجيد في كتابه عنهم وعن أولئك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأمرنا باتباعهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ويا منتسبين إلى محبة الصحابة والسنة، لا والله ليست السنة في تنقيص قدر أهل البيت، ولا في ذكر فضائل علي بن أبي طالب، ولا في ذكر فاطمة الزهراء. ما يكون سني من لم يحب فاطمة، لا والله، ولا يكون من أهل السنة من لم يحب الحسن والحسين، ولا من أهل الجنة، لا من أهل السنة ولا من أهل الجنة من لم يحب الحسن والحسين، لا والله. فتمجيدهم في الآيات نزل، يدعي السنة ويثقل عليه المدح لأهل البيت، استغفر الله، يدعي محبة أهل البيت ويثقل عليه مدح للصحابة، استغفر الله. ذا ربي مدح لهم كلهم، وذا ربي مدحهم كلهم وسط الكتاب العزيز، يقول عن الصحابة كما سمعت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. إيش الخبر يا رب عن هؤلاء؟ قل لي. الناس تكلموا منا واحد يقول تاريخ، واحد يقول سند، واحد يقول عندي، وواحد يقول ايش تقول يا رب؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفيك وما يكفيك، خبر باريك جل جلاله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. روح دور لك رضا، انت يمكن مسخوط عليك، يمكن غاضب عليك يا بار السماء والارض، لا تكلم على هؤلاء، دور لك رضا. وهذا الحق يتولى مدح اهل البيت الطاهر، بل يفرض علينا مودتهم في الكتاب العزيز، ويخبرنا أنه يريد طهرهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ال... فخلونا مع آيات الله. ما واحد يجي يقول لي ترفضت، واحد يجي يقول لي تنصبت، ولا أنا قلت سيدنا الشافعي تعب في بعض الأفكار القائمة على غير أساس، قال إذا ذكرنا يوم أبا بكر وفضله قالوا لنا أنت ناصبي، وإذا ذكرنا علي بن أبي طالب فضله قالوا لنا أنت رافضي. قال ها، فما زلت ذا نصب ورفض إليهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل. قال بحبهم كلهم إلى أن أموت وأدخل قبري. هذه السنة، هذه السنة، هذا منهج السنة. سيدنا أبو بكر الصديق يروي عنه الإمام البخاري يقول ارقبوا محمدا في آل بيته. رجع شيعي أبو بكر وكيف؟ استغفر الله، ما في شيء عرف قدر أهل بيت أبو بكر، رجع أبو بكر شيعي في البخاري يقراها، يرقبوا محمد في آل بيته. شي كلمة أعظم من هذه تمجد أهل البيت؟ إيش ذا؟ إمامنا في السنة، وعلي بن أبي طالب إمامنا في السنة، ورث من بعده أولاده الأحسن والحسين، وبعده ورثوا أولادهم الإمام علي زين العابدين محمد الباقر، لما رأوا هذا الغط والغلط والتذرع بالدين للمغراض الدنيا والسياسة، قال أنا بريء مما بريء ممن بريء من أبي بكر وعمر. كان يقولون هكذا ها، وكانوا يقول سيدنا جعفر الصادق ولدني أبو بكر الصديق مرتين، من جهة جداته للأم ينتسب مرتين إلى أبي بكر الصديق، كلهم عصبة ارتفعت لهم الرتبة بسيد الأحبة، فمن نال من أحد منهم فقد نال من المصطفى. هؤلاء صحابه وهؤلاء آل بيته شرفهم منه ومن شرفه عليه الصلاة والسلام. وليست السنة إلا كمال التعظيم لله ورسوله والصحابة والتابعين، وهو الذي مضت عليه مدرسة حضرموت المباركة، ما عرفت غلو ولا عرفت إفراط ولا تفريط ولا تمجيد ولا ربط الأمور بالسياسة ولا بالحكم ولا بالمظاهر، وقالوا دين بيننا وبين الله.